الله. فالسيدة زينب آخر لحظات الطف ايه؟ تقول الإمام السجاد عليه السلام سلام الله عليهما، تقول له إيش بغى من أهلي؟ ها؟ إيش بغى من أهلي بعد؟ قل لي بغى فلان. الله. وبغينا شوي مو جينا بغى فلان. الله أكبر. شن شدوا على جفوفي بغفله نمنحوا سعظام تتكسر بدي. الله عمت عيني عليش مولاتي زينب. تقول له الظعن لم لم غراض حسين من وين؟ يتام ادري اليتيم ارتاح من وين؟ انا العباس اجيبه منين؟ من وين؟ يطفع بايته ويلحق عليه يكت دمع البياب والجفوني على الشانه وجفوني والجفوني. الله. المصيبه قبال عسكر وقفوني نسوا غيرة علي وعباس بيه. جميل. يقول اخي يمكن ابو فاضل من طحت قبا وطاحن اخوتشن ترى الزج الطف. الله الله. الفرات مكسر ضلوعي وطاحن عليش الخيل هم تسحق علي. واويلا. تقول له شفع ليك صدقني ما طحنه ما طيحنه وطفنا شبيه شو صبح. الله مطحنة حتى الشام من بعدك ما طاحنا بصخر ويهالهم هدوا علي. واويلاه واويلاه. يقولها شي ينعن على ويتشن شي يبتشن طريق الشام تعبتشن. الله. وسط السوق يا زينب وسط السوق يا زينب شيابتشن العلاوي بسوق طبتهن أذية. تقولها لون عباس يرجع حل فيته ظهر وعلى المخيم. الله. الذبحكم من بعدكم حلفيته. قلت له الصوت اطول لو رغيه. الله اكبر الله اكبر. الله اعد هذا البيت الاخير. اروح لك فدوه. الله والديك. شي ينعن على ويتشن شي يبتشن طريق الشام تعبتشن. وسط السوق يا زينب شيابتشن العلاوي بسوق طبتهن أذية. بيت الأخير يقلها سمحت الشام ملقاهم بالحيار بخرابة ولي القعدوشن. الله. بالحيار. طحت وعداي فزعولي. الله أكبر. طحت وعداي فزعولي بالحيار ويع الخيل من يسحق عليه.